إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، وقد وصلنا إلى البيت 16، حيث قال الناظم العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. يقول الشارح الشيخ الأسمري رحمه الله أو حفظه الله تعالى: ذكر الناظم بعد ثلاث قواعد فرعية تتفرع عن هذه القاعدة. أولها أن الواجبات منوطة بالاقتدار، الثانية أن الضرورات تبيح المحظورات، وثالثها أن الضرورة تقدر بقدرها. فقال في الأول أن الواجبات منوطة بالاقتدار، والمحرمات يعني ليست إلا عند القدرة على ذلك، وفي الاضطرار لا تكون محرما. فقال: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. يقول الشارح حفظه الله تعالى: والواجب هو من ألفاظ الأضداد في اللغة، الواجب من ألفاظ الضاد في اللغة، فيأتي بمعنى الساقط ويأتي بمعنى اللازم. يأتي بمعنى الساقط ويأتي بمعنى اللازم. اتيانه بمعنى الساقط يعني سقط في مكان لم يبرحه ولم يتحرك عنه، ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا وجبت جنوبها، وجبت جنوبها سقطت لازمة للأرض، وذلك المقصود به في نحر الهدي من البدن الجمال ليصوفها المسلمون في إيه؟ في الحج والعمرة، خاصة للمعتمر، خاصة للقارن أو إيه؟ أو المتمتع، يعني اللي عليه دم يعني. فالسنة أن تذبح هذه الإبل واقفة على أقدامها الثلاثة معقوفة أو معقولة اليد اليسرى، ثم تطعن في لباتها، فلا يتناول منها أحد شيء حتى تسقط الجنوب، يعني ساكنة في الأرض، يعني بعد أن يعني يقول خلاص بطلت حركة. أما في أثناء حركتها وفي أثناء قيامها لو أخذ منها إنسان شيء، هذا يعد مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ما أبين يعني فصل أو قطع، ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة، فلا يجوز الأخذ منها حتى تستقر ساقطة لازمة مكانها. فهنا يقول: هو يأتي في اللغة بمعنى الساقط وبمعنى اللازم. أما معنى اللازم فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد مر جنازة رجل من المسلمين فأثنى عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، فقال رسول الله: وجبت يعني لزمت. ومر بجنازة أخرى فأثنى عليها الناس شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لزم يعني وجبت أي لزمت. فسألوا يعني عن الأولى وعن الثانية، قال يعني: أما الأول فيعني أثنيتم عليه خيرا، فقلت: وجبت أي له الجنة، أي لزمت له الجنة. ومر بالثاني فأثنيتم شرا، فقلت: وجبت يعني وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، والصحابة على وجه الخصوص. إذن الواجب في اللغة يأتي بمعنى اللازم ويأتي بمعنى الساقط. أما في اصطلاح علماء الأصول، وطبعا مين هيتكلم في الواجب والمستحب والحرام والمكروه والباطل والفاسد؟ علماء الأصول، علماء أصول الفقه. وإحنا كنا تناولنا الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية في بداية رحلتنا، اللي إحنا هنتكلم فيه دلوقتي قاعدة أصولية. وإحنا بنقول إن من مميزات القواعد إيه؟ الأصولية أنها قواعد مضطردة كلية، لا يخرج منها، ما فيهاش استثناءات، لا يرد عليها الاستثناء. فهنا في قول علماء الأصول في تعريف الواجب قال: هو ما طلبه الشارع طلبا مجزوما به. ما طلبه الشارع طلبا مجزوما به، طلب معروف مجزوما به، يعني لم يدع للمكلف فيه اختيار، لا بأمر، لا بدليل متصل ولا بدليل منفصل، يعني لم يتكلم لمن شاء أن يفعل، لمن شاء أن يترك، ولا جمعنا أدلة الباب فوجدنا بعض الأدلة تأمر وتلزم وبعضها يخير أو بعضها يجيز الترك، لا، هو جاء الأمر مجردا. فيقول: الواجب ما طلبه الشارع طالبا مجزوما به، هذا هو حده، هذا حد الواجب. أما ثمرته
اللي كثير ما يخلط بين حدها وبين وبين الثمره. كثير من علماء الاصول الثمره ايه ان نقول ما يعني استحق فاعله امتثالا الثواب وما استحق تاركه قصدا العقاب. هذا ثمره الواجب. اما الواجب حد نفسه كلمتين اللي احنا سمعناهم دول، ما طلبه الشارع طلبا ملزوما به، ما كل ما طلبه الشارع في القران او في السنه، السنه المتواتره او في السنه الاحاديه، تمام؟ يبقى ما طلبه الشارع قرانا وسنه متواتره واحدا طلبا مجزوما به، يعني لم يدع المكلف به اختيار. هذا حده كما قلت. ثمرته نقول وهو ما يستحق فاعله امتثالا الثواب ويستحق تاركه قصدا العقاب. طبعا بعض الناس يقول لك الواجب ما هو امر الشارع به امرا جازما بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. لا، ده تعريف قاصر. تعريف قاصر في بيان الثمرة ان هو يعاقب فاعله تاركه كده على طول ويثاب فاعله كده على طول. لا، قد يفعل الانسان الشيء بغير امتثال، فعله كده، فعله هوى عنه، تمام؟ فعله بغير قصد التقرب الى الله سبحانه وتعالى، فعله رياء وسمعه، فعله نفاقا ورياء الناس، فهذا لا يكون عنده او لا يكون له ثواب عند الله عز وجل. فنضع هذا القيد، ما استحق فاعله امتثالا، يفعله على سبيل الامتثال، ما استحق فاعله امتثالا يستحق ايه؟ الثواب، بشرط ان يفعله امتثالا. وما استحق تاركه قصدا العقاب، انه قد يترك الانسان الواجب ذهولا او نسيانا او جهلا او خطا او اكراها، فلا يكون في هذه الحالات قاصدا. فعشان يبقى التعريف جامع مانع، فنقول هنقول هنا ما طلبه الشارع طلبا مجزوما به بحيث، هنجيب بقى الثمره بقى النتيجه المترتبه على هذا التعريف، بحيث يستحق، بنقول يستحق لان هذا الجزاء ما اوجبه احد على الله عز وجل، انما اوجبه الله على نفسه تمننا وفضلا. تمام؟ وده بيميز معتقد اهل السنه والجماعه معتقد المعتزله. المعتزله بيقولوا لا، ربنا لابد فرض عليه واجب عليه ان يثيب الطائع وان يعاقب الايه؟ العاصي. فهم بيقولوا بلزوم الوعيد ولزوم الوعد على الله سبحانه وتعالى، يقولوا ما ينفعش يعمل كده. نقول لا، هذا واجب اوجبه الله عز وجل، اوجبه الله على نفسه. كما قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمه. ما حدش كتبها عليه، ما حدش فرضها عليه. وهذا من باب ايه؟ تمنن الملك وتفضله على رعيته. فان شاء فعل وان شاء ترك، ولكن جرت سنه الله الكونيه ورحمه الله عز وجل بخلقه انه يثيب الفاعل ايه؟ امتثالا. اما من فعل رياء وسمعة فهذا اصلا في حقيقه الامر عاصي. اما من فعله هوى وعادة فهذا لم يتقرب الى الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول الحد ده مهم جدا، يبقى ما فعله او ما يستحق فاعله امتثالا الثواب، ويستحق تاركه، بنقول برضه يستحق التارك ليه؟ لان الله عز وجل قد يعفو عنه. بغير توبه يعني، ايوه بغير توبه. قد يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى على الذنب مصرا به، مجاهرا به، فرحا به، مكررا اياه، ميتا عليه بغير توبه، ويكون في مشيئه الله عز وجل. وهذا معتقد اهل السنه الذي يميزهم عن الخوارج والمعتزله من الوعيديه الذين ملكوا عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته الاخرى. يبقى احنا ما بنقولش بلزوم الوعيد. وده اللي بيميزنا عن الخوارج، ده اللي بيميزنا عن المكفراتيه بتوع اليومين دول اللي هم اتباع شغل مصطفى الضال وطائفته المالقه. فبنقول ما يستحق تاركه قصدا العقاب. فان تركه سهوا او تركه خطا او تركه جهلا او تركه متاولا او تركه مكرها فلا يعد عند الله عز وجل تاركا ولا يعد عند الله من اهل الوعد. ويستحق تاركه قصدا العقاب. تمام؟ وبنقول استحق لان الامر في مشيئه الله سبحانه وتعالى. يقول وقيل غير ذلك، او وقيل غير ذلك، ومثاله الصلاه المفروضه، مثال الواجب الصلاه المفروضه، فانها واجبه لان الشارع طلبها طلبا مجزوما به. وليس هناك ثم فرق بين الواجب والفرض عند جمهور الاصوليين، ليس هناك فرق بين الواجب والفرض عند جمهور الاصوليين، اللهم ما كان من الحنفيه رحمه الله، وروايه في مذهب احمد رحمه الله تعالى انه فرق بين الفرض والواجب. تمام؟ يبقى مشهور مذهب الامام احمد، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب اهل الحديث ان الفرض والواجب وجهان بعمله واحده. مين اللي فرق بين الفرض والواجب؟ وتفريق بسيط يعني لا يفسد الود قضيه كما يقولون، وان كان هناك بعض التفاصيل تترتب على هذا التفريق، ولكن لسنا بصدد هذا الايه؟ التفصيل. بنقول ان الفرض والواجب وجهان لعمله واحده عند جمهور الاصوليين رحمهم الله. عند الامام ابي حنيفه واصحابه، وعند روايه في مذهب الامام احمد انه يفرق بين الفرض والواجب من جهه مسنده. من جهه مسنده الواجب، يعني الواجب ده احنا جبناه منين؟
احنا مستندين على ايه؟ في ان الكلام ده واجب. اذا كان قران بيسميه فرض، اذا كان سنه متواتره بيسميه فرض، اذا كان احاديث احد بيسميه واجب ما بيسميش فرض. طب الثمره في الاثنين، يقول لك الاثنين ما استحق فاعله امتثالا للثواب واستحق تاركه قصدا العقاب، اذا لا مشاحه في الاصطلاح. طالما ان الثمره واحده وان المترتب عليه واحد، انت تسميه واجب تسميه فرض، المساله واسعه مش محتاجه مشاكل. تمام؟ وايضا يقولون ان ما كان فرضا فمستحيل تركه كافر. ما كان فرضا يعني ما طلبه الشارع وطلبا ملزوما به وكان مستنده المتواتر من القران او السنه المتواتره، من استحل تركه كفر. اما ما ثبت في سنه الاحاد فمن استحل تركه لا يكفر، لانه يحتاج الى بحث ونظر، يعني مش من المعلوم من الدين بالضروره. تمام؟ وايضا الجمهور يوافقون الحنفيه في مثل هذا التفريق. عموما ده مش موضوع، احنا مش هنحس الاصول بس عشان احنا عاديين على المساله. تمام؟ فهنا بيقول ومثاله الصلاه المفروضه. فلما نقول صلاه مفروضه فرض ولا واجب زي بعضها. احنا ما عندناش تفريق، يعني ايه؟ يعني لتبنينا او لدراستنا او لتعلمنا من مشايخنا ان المشهور في هذا الامر هو عدم التفريق بين الفرض والواجب. تمام؟ زي اللي كان بيغني حب الوطن فرض عليه فرض، مش واجب، اسمه حنفي. فعنده تفريق يعني. حب الوطن فرض عليه، في حين ان هو لم يثبت به قران ولا سنه متواتره، فمش عارف يعني يسموه فرض ازاي. وبرضه بعضهم يعني يذكر حديث عن النبي حب الوطن من الايمان، وهذا حديث لا اصل له. هذا حديث لا اصل له، وان كان حب الوطن برضه حب الاراضي التي فيها الانسان يعني نشا وترعرع فيها حب عاطفي. حب العاطفه ده موجود عند كل الناس، عند المسلمين والكفار. اما الحب الذي يتدين لله به فهذا لا يتعلق الا باراضي التي تظهر فيها شريعه الله. تمام؟ ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من جهه العاطفه لمكه: والله انك لاحب البلاد الى الله واحب البلاد الي. انت احب البلاد الى الله شرعا واحب البلاد الي عاطفه وشرعا ايضا، لكن في الوقت اللي انت فيه ده ما ينفعش اقعد فيك. دوله الكفر ظاهره واهل الاسلام مستضعفون فيها، ما احبش اقعد فيك. بامر الله عز وجل. تمام؟ يقول وليس واجب، عرفنا الواجب، وليس واجب بلا اقتدار. فعندنا يعني فيما تقرر من قواعد الشرع ان الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعه. الواجبات تسقط بالعذر وتسقط بالعجز وتسقط بعدم الاستطاعه. هم طبعا في بينهم وبينهم بعض فرق دقيق يعني. تمام؟ ادي معنى قوله وليس واجب بلا اقتدار. تمام؟ قوله بلا اقتدار راجع الى القدره، اي ان الواجبات فعلها متعلق بوجود القدرة، بوجود القدرة عليها من المكلفين، فهي مطلوبة بوجود القدرة. والأصوليون رحمهم الله ذكروا ضمن شروط الفعل المكلف به أن يكون ممكنا، عشان يبقى الفعل اللي ربنا بيكلفك به واجب عليك لابد أن يكون هذا الفعل ممكن. أما لو كان الفعل مستحيلا، ها لو كان الفعل مستحيلا فهذا لا يخاطب به العبد ولا تأتي به الشريعة، ولله الحمد والمنة الذي لم يجعل علينا في ديننا من حرج. شرط الجمهور او الاصوليون ان يكون الفعل المكلف به يعني ممكنا، ويعنون بذلك ان يكون مقدورا عليه، يعني في الامكان تقدر تعمله. ولا محرم مع اضطراره. قال التحريم اصله يدل على المنع. اصله يدل على المنع، كما قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ النبي مش هيحرم التحريم الشرعي، لا، بيحرم التحريم اللغوي اللي هو بيمنع نفسه من هذه الاشياء التي يعني حصلت قصتها على ما هو مشهور معروف من قصه العسل او من قصه جارية بعض زوجاته، جاريته صلى الله عليه وسلم في بيت بعض زوجاته، انه يعني لما كان بينها وبين عائشه وبين يعني حفصه رضي الله تعالى عنهما اتفاقا على بعض زوجات النبي كسوده او زينب بنت خزيمه ام المساكين رضي الله تعالى عنها، ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها عسلا. فالعسل معروف انه مش بقى مصفى بالدرجه اللي احنا بناكلها دي، احيانا ممكن يكون فيه يرقات موجوده من الشمع. الشمع لما يبقى مش مصفي كويس كل العيون ما بتفتحش تطلع حشرات، بيبقى بعض العيون يفضل مقفول فتفضل اليرقه اللي هي شبه الدوده التخينه كده موجوده فين؟ موجوده في قلب الشمع، فدي بتبقى ريحه كريهه. دي اسمها الايه؟ المغافير، اللي هي يرقات العسل الموجوده في اقراص الشمع عند عدم تصفيته جيدا. ففقراء العرب لما يجي ياكلوا العسل بياكلوه غير مصفى. تمام؟ فاذا ما اكلوا يبقى طعم حلو لكن الريحه وحشه. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرفت السيده عائشه والسيده حفصه رضي الله تعالى عنهن انه اكل عسلا عند احد زوجاته زينب، اتفقوا ايه اللي ممكن يعمل ريحه وحشه؟ المغافير، يرقات الايه؟ يرقات العسل موجوده في اقراص الشمع. فاتفقوا مع بعض: اذا جاءك اولا فقولي اشم منك رائحه المغافير.
في ريحه وحشه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره جدا ان ينبعث منه الرائحه الكريهه، وكان يحب طيب الرائحه صلى الله عليه وسلم. فقال بل اكلت عسل، قالت لا اشم منك رائحه المغافر. وعايز اقول لها انا اكلت عسل ما كانش فيه رخاء، انا كنت شايفه يعني تمام. فقالت بل اشم منك رائحه المغافر. فذهب الى عائشه فقالت نفس المقاله، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من اكل العسل، امتنع النبي من اكل العسل وقال والله لا اكله. على بعض الروايات ان هو ذكر لفظ الجلاد ان هو اقسم بالله، وفي بعض الروايات المشهور انه حرمه على نفسه، اي امتنع، اي امتنع. فانزل الله عز وجل تحله الايات في سوره التحريم، يا ايها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحله ايمانكم. قال ابن عباس جعل الله عز وجل تحريم الحلال يمينا، جعل الله عز وجل تحريم الحلال يمينا وفيه كفاره، قد فرض الله لكم تحله ايمانكم، يعني تحلل من هذا بايه؟ بكفاره يمين صلى الله عليه وسلم. وفي قصه ثانيه يعني اقل شهره من هذه، وان كانت ايضا اسنادها معتبر، ان النبي صلى الله عليه وسلم وطئ جاريه له في بيت او في نوبه بعض زوجاته صلى الله عليه وسلم، فغضبت امراته رضي الله تعالى عنها وجعلها ام سلمه، فآل النبي صلى الله عليه وسلم او امتنع منها وقال لا يطؤها ابدا بعد ذلك. فانزل الله عز وجل عتابه في هذا الامر، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. بل هل هذا بيكفروا الناس؟ من استحل شيئا كفر، ومن حرم حلالا كفر، او نحو هذه الاشياء. نقول له ما انت تعرف الاول ممكن يكون التحريم ليس على سبيل الايه؟ التعبد، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هتكفروا النبي؟ هم لا يتوقعون من مثل هذا. الغلاء منهم يقول ايوه كفروا واسلم ثاني فيها ايه؟ عادي جدا. تقول له انت ما تقول ايها الجاهل الجديد في قول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله؟ ايوه استحل حرم حلالا احله الله عز وجل وكفر واسلم ثاني. طبعا ده كافر على طول، الذي يكفر النبي محمد ما فيش فيه فصل، ده كافر قولا واحدا تمام. فهو بين يعني امرين، لما تيجي تختبره مثلا فكرين في المساله دي تقول له يعني انت بتقول ما حكمكم او ما قولكم في من يستحل الحرام او يحرم الحلال؟ كافر، دي ما فيهاش فصل، ده مغمى عليه. ايوه نعم قاعده مغمى عليها بالجمله، انما طب المثال ده ما تقول في قول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ يا اما اقول التحريم ياتي على غير التحريم الشرعي وكده خاصم مذهبه وخالفه، لانه عندهم التحريم باب واحد بس، واما ان يقول انه كفر ويكون هو الكافر. تمام؟ يبقى التحريم اصلا يدل على المنع، والمحرم اصطلاحا هو ما نهى عنه الشارع نهيا مجزوما به، ده حده وثمرته، بحيث يستحق تاركه قصدا الثواب. يستحق تاركه قصدا الثواب، ها؟ ويستحق فاعله قصدا العقاب. الاخرين يستحقوا يستحقوا؟ لا. استحلال الحرام، مش احنا قلنا دلوقتي ان كلمه دلوقتي من استحل حراما كفر في فصل في المساله دي؟ ما فيهاش فصل، ده من استحل محرما معلوما من الدين بالضروره تحريمه فهو كافر. ومن حرم حلالا معلوما من الدين بالضروره حله فهو كافر. لانه بيخاصم ربنا سبحانه، ربنا بيقول الشيء ده حلال، لا حرام. هذه محدده لله سبحانه وتعالى. تمام؟ واحد بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول الشيء ده حلال، قال حرام، حرام، قال حلال، عاكس الايه؟ الحكم الشرعي بعد بيانها، يعني بنقول معلومه الدين بالضروره، يعني مش محتاج لنظر وبحث في السلال، كل الناس عارفه ان هو حكم ربنا في كده، فده بيخاصم ربنا وبيحدد ربنا، لا كلام غير كده. وكانه يستدرك على الله عز وجل ويخاطب رب العالمين، يعني المساله مش شويه. تمام؟ فاحنا نقول ده من جهه العامه، بس نقول قد يكون استحلال الحرام او تحريم الحلال ليس من جهه التدين. يعني الامتناع، الامتناع يكون قصده فيه الامتناع. تمام؟ قصده فيه الامتناع، تمام؟ زي واحد بيقول انا حرمت على نفسي كده، حرمت على نفسي كده يعني امتنعت منه. ما اقصدش حرمت على نفسي كده تدينا. لو حرم على نفسي كده تدينا يبقى كافر. ماشي الكلام؟ انما امتنعت منه وهذا المقصود في تحريم الحلال. يحرم عليا اكلك، يحرم عليا بيتك، كل مراته تحرمي عليا، وتحرمي عليا يعني انت زي كاني انفعلت بك كانك زانيه. مش كده. هو بيقول سامتنع منك امتناع من يعتقد يعني ايه حرمه اتيان هم المراه. فالقصد فيه الامتناع، ففي هذا الكلام كفاره يمين. هذا الكلام الامتناع من الشيء الذي اباحه الله كامتناع المسلم من الحرام، ان عزم على نفسه ذلك او نطق بذلك او تفوه به عليه الايه؟ عليه كفاره اليمين على اصح قول العلماء في المساله. ولا محرم، قلنا المحرم ما نهى عنه الشارع نهيا مجزوما به. اقلب التعريف والثمره بتاعت الواجب هتدي لك الايه؟ بيقول لك مثاله الزنا،
مثاله الزنا. وبرضه عند الحنفيه لا فرق بين، عند الجمهور لا فرق بين الحرام والمكروه تحريما، كله زي بعض. انما فرق في ذلك الحنفيه رحمهم الله، فقالوا ما كان مستنده المتواتر كالقران والسنه المتواتره فهو حرام، وما كان مستنده السنه الاحاديه فهو مكروه تحريما. مكروه تحريما، وفي عندهم درجه ثالثه بقى مكروه تنزيها، اللي احنا عليه مكروه وخلاص ده. تمام؟ فالجمهور يقولون مكروه هكذا باطلاق دون الحرام. الحنفيه يفرقون حرام يعني ثبت بالقران ثبت بالسنه المتواتره، او مكروه تحريما اللي هو ثبت بالسنه الاحاديه. تمام؟ فهنا بيقولوا مثاله الزنا فهو محرم لان الشارع نهى عنه ناهيا ملزوما به بقوله ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. وليس واجب مع اضطرار، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. الاضطرار قال من الضروره، قال البزري رحمه الله تعالى في كتابه المستصفى هي المشقه الشديده، الضروره هي المشقة الشديدة التي لا يتحملها جنس بني آدم. ممكن يكون في واحد سوبر كده لوحده عنده قوة عضلية وقوة عزم، ده سائر بني آدم ممكن يتحمل هذه الأشياء، لا ده مش هيبقى. بنتكلم على الإيه؟ الخطايا العام العريض من إيه؟ من بني آدم، جنس بني آدم على وجه الإيه؟ العموم. يقول هي المشقة الشديدة التي لا يتحملها جنس بني آدم، ودليل هاتين القاعدتين إن هو لا حرام مع الضرورة ولا واجب إلا بالاقتدار، الكتاب والسنة والإجماع. الدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآيات، منها قول الله عز وجل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. تمام؟ وأما السنة فأحاديث، منها ما أخرجه الدارقطني في سننه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. قال ابن الصلاح وللحديث طرق وشواهد، يعني بمجموعها لا ينزل الحديث عن رتبة الحسن، لا ينزل الحديث عن رتبة الحسن. أما الإجماع فحكاه غير واحد كأبي المعالي الجويني والغزالي في المستصفى والموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر. روضة الناظر ده تلخيص كتاب المستصفى للغزالي، لخصه في كتاب اسمه روضة الناظر وجنة المناظر. تمام؟ ثم شرحه العلامة الشرقيطي في كتابه وذكره في أصول الفقه. يبقى الكتاب شافعي وتلخيصه حنبلي وشرحه مالكي، اللي هو المذكرة ده. فيعني كتاب مجمع انهار يعني. كنت نعم؟ شقيقة صاحب التفسير أيضا. يقول وقد سبق معنا تقسيم للمشاق التي تقع مع جنس بني آدم، فمنها ما ينزل عن رتبة الضرورة، ومنها ما يصل إلى الضروريات، وهي في الحقيقة ترجع إلى الإنسان نفسه أو إلى الإنسان نفسه، فهو الذي يجد القدرة على الفعل أو المشقة الشديدة التي تفقده القدرة، زي ما الشاطبي قال إن المسألة تتفاوت من شخص لشخص. نص على ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات وغيره من اهل العلم. تمام؟ طيب هنا بيقول وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. قلنا الضروره تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، فما كان محرما بنص القران او السنه او اجماع المسلمين لكن وقع الضروره ولا تدفع الا بارتكاب ذلك المحرم، هنا نقول الضرورات تبيح المحظورات، ولكن لذلك شرطان، لذلك شرطان يعني بينهما اهل العلم رحمه الله تعالى. الشرط الأول تحقق الضرورة بيقين أو بغلبة ظن. ما تبقاش المسألة أوهام وأخيال وخيالات. لابد عشان تيجي تتكلم في مسألة الضرورات إن الضرورة تكون متحققة. تمام؟ فبنقول دلوقتي الشرط الأول تحقق الضرورة بيقين أو بغلبة ظن. ها؟ أما الموهومة فلا. ضرورة موهومة، ضرورة متوقعة، هذا ليس داخلا في موضوعنا. فبنقول تحقق الضرورة بيقين أو بغلبة ظن. الثاني تحقق الاندفاع بارتكاب المحظور لا غير. تحقق الاندفاع، اندفاع الضروره بارتكاب المحظور لا غير، ممكن تندفع الضروره بارتكاب حاجه ثانيه. ارتكاب شيء مباح، ما تقولش لا الضرورات تبقى محظورات وانا هقع في هذا المحظور، لا ما انت عندك شيء تدفع به الضروره ده عن نفسك ليس محرما. يبقى بنقول الاول تحقق الضروره بيقين او بغلبه ظن، والثاني تحقق اندفاع الضروره بارتكاب المحظور لا غير. ما يبقاش في مساله ثانيه غير كده. سدد يعني، مش اللي هو ده. تمام؟ زي الانسان بيهدد اما ان تشرب الخمر والا قتلناه، وهو متكتف واقفين حواليه ها بالاسلحه ونحو هذا الامر. ما مخلصه؟ وهو ما بيتكلموا جد ما بيهدوش يعني، كلام مستوفي الشروط في باب الاكرام. تمام؟ هيعمل ايه؟ هيشرب. فهنا يكون الخمر في حقه حراما؟ لا، لا يكون في حقه حراما. في هذه الحاله يباح له شرب الخمر ولا حرج عليه. تمام؟ وان سكر منه لا يحد فيه. وان سكر منه لا يحد فيه، تمام؟
واحنا قلنا طبعا الضروره اللي هي حفظ شيء من الضروريات الخمسه اللي احنا ذكرناها في ايه؟ في الجلسه الماضيه. هذا في ايه؟ في ان الضرورات يعني تباح او تبيح المحظورات. هنا في البيت ال 17 بيقول لنا وكل محظور مع الضروره بقدر ما تحتاجه الضروره. مسألة متفرعه على الباب اللي احنا فيه. قلنا الضرورات تبيح المحظورات بشروطها، لازم الشروط بشروطها. طيب قد ايه بقى استبيح هذا المحرم او اقع في 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 يعني في هذا المحظور اختيارا او بنوع اختيار وانا يعني في 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 ضروره من الضرورات؟ بنقول وكل محظور مع الضروره بقدر ما تحتاجه الضروره. القاعده بتقول الضروره تقدر بقدرها. ده عنوان القاعده. الضروره تقدر يعني على قد المصلحه بالظبط، وترجع الميه المجاريه ثاني، ترجع المساله المحرم يرجع محرم والراجل يرجع واجب. تمام؟ فانت هتستبيح من الضروره او من المحرم بقدر ما تدفع الضروره عن نفسك. مش المساله يعني مفتوحه. تمام؟ يقول حصل قوله وكل محظور مع الضروره الى اخره، او حصل قاعده ذكر قاعده فقهيه يذكرها الفقهاء وهي قولهم الضرورات تقدر بقدرها. وهي قاعده تعتبر قيدا للقاعده السابقه. قيدا يعني القاعده السابقه مش على اطلاقها. الضرورات تبقى المحظور كده عامة وتفصيلا؟ لا، بقول هذه قاعدة تعتبر قيدا للقاعدة السابقة المذكورة في قول الناظم رحمه الله ولا محرم مع اضطراري. والمقصود أن كل فعل جوز للضرورة إنما جاز ذلك الفعل بالقدر الذي يحصل به إزالة تلك الضرورة. بالقدر الذي يحصل به أو تحصل به إزالة تلك الضرورة، ولا يجوز زيادة على هذا الحد. ومعرفة ذلك راجعة إلى المتضرر لنفسه كما سبق. هو عارف إن هو الهلك مثلا ماشي في صحراء. ماشي كلام؟ وبعدين لا يجد ما يقيته ولا ما يقيم أوده، لو ما كانش هيموت. هو وجد نفسه إنه خلاص آخر طاقته كده، ما يقدرش يصبر ساعة ولا ساعتين، هو عارف ده من نفسه، لأن طبعا ده شعور بيجده الإنسان من نفسه، حتى مهما وصفه أنت ما تعرفش تحس بيه. مش في العامية يقول لك لا ما بيحسش بالنار إلا بالكبشة، فكذلك صاحب الضرورة هو أعلم الناس بها. تمام؟ هو دلوقتي عارف ان امتى يمشي وامتى يقع وامتى يكمل وامتى خلاص يستسلم تماما لهذا الايه؟ لهذا النازل الذي نزل به. فبيقول دلوقتي هو قدامه الضروره نزلت به، المجاعه الشديده جدا المخمصه التي ذكرها الله عز وجل او الضروره التي اشار الله عز وجل اليها في غير ايه من القران. فبنقول الضروره نزلت به والمحظور اللي هو الميت مثلا او اكل الخنزير او هذا الشيء قدامه. يعني يا ياكل يا يموت، هو عارف كده. ولا طاقة له في البقاء محتملا، فهياكل. كل قد ايه؟ هو خلاص حس، يعني هو كان مرة واثنين أو لقمة واثنين وحس خلاص بدأ يعني يعد النشاط البدني مرة أخرى، خلاص كده كفاية ممكن أقدر أمشي 10 كيلو بالطريقة دي، أو ممكن أقدر أمشي 3 كيلو على ما أخرج من المفازة أو المهلكة اللي أنا فيها دي، أو كان مثلا في مكان يعني يغلب عليه الهلكة إن لم يخرج منه بأكل منه. فبياكل بقدر ما تدفع الضرورة وخلاص. تمام؟ فهنا بيقول فالمضطر إلى أكل الميتة لا يأكل من الميتة إلا بقدر ما يدفع عن نفسه الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة. الضرورة تلجئه إذا أن تدفعه دفعا شديدا لا حيلة له فيه بأكل هذه الميتة التي حرمها الله عليه سبحانه وتعالى. تمام؟ فبنقول دلوقتي خلاص اندفعت الضرورة وحس بالإيه؟ بالقوة مرة ثانية، يأكل ثاني؟ لا خلاص رجعت الضرورة حرام، رجعت الميتة حرام، خلاص انتهت بس. فبنقول هنا دلوقتي الضرورة تقدر بقدرها. في عندنا رتبة تحت الإيه؟ تحت الضرورات. قلنا الضرورات اللي هي حفظ الكليات الخمسه اللي هي الايه؟ الدين والعقل والنفس والنزل والمال. تمام؟ دي الضروريات الخمسه. قلنا ان بعض اهل العلم ذكر الايه؟ الجاه بدلا من النفس. يعني باعتبار دخول النسل في الايه؟ في النفس، ما هو نفسك انت او نفس حد من ذريتك او من نسلك. في اقل من كده هي مرحله الحاجيات اللي هي الانسان مش هيموت ولا حاجه. ولا هيكثر شيء من هذه الضرورات الخمسه، ولكن هيبقى الحياه فيها مشقه شديده، هي الحاجه انا احتاج اليها ولا تستقيم حياتي الا بها، بس مش هموت. تمام؟ كان رتبه الحاجيات اللي اقل من رتبه الضروريات. قلنا الضرورات بتبيح المحظورات المحرمه لعينها كالخمر ها؟ وكالايه؟ وكالميته وكمال الغيظ، هذا محرم. تمام؟ يبقى الميته والخمر والخنزير مثلا هذه اشياء محرمه لذاتها. فهذه تبيحها الضرورات. في اشياء بتبيحها الحاجيات، هي مش محرم لذاتي، محرم لغيري. محرم لغيري زي اللي احنا قلناه مره قبل كده اسمه محرم ايه؟ سدا للذريعه. منه يعني من المحرم لغيره نوع من المحرمات اسمه المحرم سدا
للذريعة. وده بيت نظم الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في منظومته، طبعا فات المؤلف هنا، يقول لكن ما حرم للذريعة يباح للحاجة كالعرية، لكن ما حرم للذريعة يباح للحاجة كالعرية. تمام؟ ايه محرم للذريعة؟ محرم سدا للذريعة، يعني اصلا الشرع لم يحرمه ابتداء، انما حرمه الشرع في ثاني الحال لانه يفتح باب شر على المكلف، يوقعه في محظور شرعي. تمام؟ دي اشياء كثيره جدا جدا. عندنا في باب الربا، الربا بينقسم لقسمين اثنين، ربا النسيئه وربا الفضل، واحنا اتكلمنا في الكلام ده كتير جدا. قلنا ربا النسيئه هي الزياده المشروطه في ايه؟ في راس المال نظير الاجل. الزياده المشروطه في الزياده المشروطه مش الزياده المطلقه، لا، الزياده المشروطه عند التبايع في رأس المال على سبيل الأجل، يعني هات 1000 جنيه بشرط إنك تردهم 1100. ده اسمه ربا الإيه؟ النسيئة، لأن النسيئة من الناس اللي هو التأخير. تمام؟ وربا الفضل، ربا الفضل إن هما هيزيد أحدهم على الآخر زيادة مشروطة لكن على الواقف في المجلس أثناء المقابضة والمخايضة وأنت واقف. هذا محرم أيضا. كل الشرائع السماوية من التوراة والإنجيل شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتفقت على تحريم ربا النسيئة الأولانية. واستقلت شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما ثبت بالسنة المستفيضة المتواترة عن رسول الله أن ربا الفضل محرم أيضا. تمام؟ فحرم الله عز وجل ورسوله بشريعة النبي محمد الخاتم ربا الفضل سدا لذريعة ربا النسيئة. يعني ولذلك كثير جدا من الناس لما تيجي تشرح له مسائل ربا الفضل هو فين الربا اللي هنا؟ فين الربا اللي فيه؟ أنا أعرف إن الربا إن أنا آخد من واحد 1000 جنيه أردهم له 1100 1200 1300 إلى آخر ذلك. إن أنا لما أجي أقول له دلوقتي اديني مثلا 10 يورو ب 70 مصري قام قال لي اما اجيب لك الفلوس. تمام؟ وخد مني الفلوس وبعد شويه اقول له لا، اقول له هذا ربا فضل. ربا فضل ازاي؟ ما ينفعش ماشي كده؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم معذره ده صوره من صور ربا النسيئه برضه، بس ما هوش شايف الفرق. ما هوش شايف فين دي؟ بنقول له اولا النبي صلى الله عليه وسلم اجاز في ربا الفضل او في بعض المعاملات الربويه الزياده ولكن في الحاله. الزياده الحاله. احنا قلنا الاجناس الربويه اما انها تكون اثمان واما انها تكون اقوات، يعني على اخر الترسيمات. طبعا المساله فيها بحث طويل مش قصه فكره، فاحنا بنشير لما ذكرناه من قبل. قلنا الاجناس الربويه قسمين اثنين، ذهب وفضه ويدخل تحتها الاثمان، العملات البنكيه على كل الالوان اللي في الدنيا. تمام؟ وعندنا الاجناس الاربعه الثانيه اللي هي التمر والتمر والبر والقمح، البر والشعير والتمر والتمر والملح. تمام؟ كل الاربعه دول العلماء بعض اختلفوا في ادراج غيرها فيها. فخلاصه الكلام اللي عليها هيئه كبار العلماء الان وفتوى الاعلاميه للارشاد والافتاء الان بيقولوا ان كل الاقوات تدخل تحت هذا البند، ودي رواه مذهب احمد ومذهب الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمه الله تعالى. يبقى عندنا اقوات وعندنا اثمان. اقوات واثمان. هبدي الفلوس مع فلوس، ما ينفعش مصر مع مصر او ذهب مع ذهب او فضه مع فضه الا مثلا بمثل يدا بيد اولا. هات وخد في المجلس. لا تزود استقبالا ولا تزود حالا. ما ينفعش. اي زياده مشروطه سواء كان في اول الامر او في ثاني الامر ربا. الذهب بالذهب ربا الا مثلا بمثل يدا بيد ها او ها. فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطي سواء. والبر بالبر الناحيه الثانيه اللي هو في الماكلات ربا الا مثلا بمثل يدا بيد ها او ها الاخذ والمعطي سواء. فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطي سواء. الاثنين في الاسم. الاخذ والمعطي سواء. تمام؟ طيب هنا النبي يقول اذا اختلفت هذه الاصناف اللي هي في جنس الماكينات او في جنس الموزونات، اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يبقى انا هاخد دلوقتي باب الاثمان، الذهب والفضه والعملات الورقيه. اختلفت بعد صرف يعني عمله مع عمله، بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يعني انت بتغير مع واحد فلوس عم يزود عليه، انت رضيت مفيش مشاكل. قمت انت متنازل بتقول هاخدها بسعر ارخص من اللي انت بتبيعه. مش مشاكل، بيعوا كيف شئتم، تراضوا مع بعض. إذا كان يدا بيد، ده هذا شرطه. شرط التقابض في المجلس. طب ما شرطتش تقابض في المجلس، يبقى أنت دلوقتي وقعت في محظور شرعي. ما ينفعش، ما ينفعش تسيب لي الفلوس وأنا عادل آخدها. ما ينفعش تسيب له الذهب وأبقى أجيب لك الفلوس آخر النهار أو على مقبض. تمام؟ أو تقول له هبقى معاك الفلوس لما أروح. خلص بيعتك كلها دلوقتي. يا تاخد على قد فلوسك يا يسامحك في الباقي. أما أنت تبقى وبقيت فلوس ما ينفعش. واضح الامر؟ نفس المسألة في الأقوات. هتبدل القمح الذرة أو هتبدل الخمر بزبيب، بيعه كيف شئت، وبردات بقصد بيت خمسة قصد 10، واحد قصد نص، زي ما أنت عايز.
ولكن بشرط يدا بيد. انما يعني خد دي وبعد عليك الثانيه ما ينفعش اذا كان يدا بيد. ماشي كده؟ طيب فاحنا بنقول دلوقتي ربا الفضل ان انا اقول للواحد فكي لي 10 جنيه ب 9 جنيه. ده ربا فضل. مش كده؟ طب مش انا ممكن اشتري حاجه ب 10 جنيه ثمنها 9 جنيه؟ شرعا؟ يعني لو فرضنا ان دي مثلا سلعه بتباع ب 10 جنيهات. تمام؟ قمت انا قلت للراجل هدي البتاع دي، قام مديها لي ب 9 جنيه من غير سبب كده، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، وبعد بيكرمني في الليل. بقول له هاتها ب 10 جنيه مديها لي ب 11. غلى عليا شويه وانا رضيت، في مشكله؟ مفيش مشكله. يبقى لكن المشكله ان انا اديله ال 10 واخدهم 9. هنا بقى ربا، اسمه ربا ايه؟ فضل. مفيش نسيئه بقى، ما احنا واقفين مع بعض اهو. فحرم الله عز وجل ربا الفضل سدا لذريعه ربا النسيئه. تمام؟ ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب في التمر قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذا. هو أنت دلوقتي مطالب بيقول التمر بالتمر ربا إلا يدا بيد مثلا بمثلها أو فمن زاد أو استزاد فقد أرى. يبقى علمك بالزيادة حرام ولا مش حرام؟ حرام. طب جهلك بالتساوي؟ أنت مش عارف إن هم قد بعض ولا لا؟ مش زي علمك بالزيادة؟ وزيك القاعدة الشرعية بيقولوا إيه؟ العلم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. رحنا كده حصة كيمياء؟ رحنا حصة كيمياء. طب خليها فيزياء تبقى أسهل شوية. صلى على رسول الله. إحنا دلوقتي بنقول في المقايضة أنت هتبيع تمر برطب. الشرط الشرعي إيه؟ يدا بيد مثلا بمثل. تعرف تساوي تمر الرطب؟ ليه لأ؟ لأن لا يبقى في كثافة، لأن حباية الرطب تخينة كده ومليانة مية. الرطب اللي هو البلح الاسود يعني. تمام؟ تعرف توازن رطب بالعدد او بالوزن اصل التمر؟ ما تعرفش ابدا. مش ممكن، هذا يستحيل. ما حدش يعرف يعملها كده خالص. هتجيب 10 تمرات اصل 10 رطبات، انا ولا انت؟ الرطب. طب حط 10 تمرات في كيس وعلمها في مخبار ماء وعلمها بالحجم ها بالسنتي المكعب، وحط 10 تمرات ناشفين في نفس المخبار، هيجيبوا نفس المسافه؟ نفس الحجم؟ لا. فهو لا ينضبط بالكيل ولا بالوزن. تمام؟ فكأنك بتبادي مع الزياده المعلومه. كأنك بتقول له خد اثنين وهات واحد. تمام؟ مش هو قال فمن زاد او استزاد فقد اربع، ده في التمر اهو، جنس من الناس الرغبيه. بتقول له خد 10 جنيه وهاتهم تسعه. بتقول له خد 10 جرام ذهب وهاتهم خمسه، الباب الاطلاق كده. بتاع ايه؟ هو كده احنا عاجبنا كده، مش عاجبه كده. هذا ربا صريح. ده ربا فضل واضح زي الشمس اهو. تمام؟ واوضح من ذلك ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذهب عند بعض الصحابه فقدموا له تمر، فلقى تمر تحت رضيه كده وماء كويس يعني، فقال اكل تمركم هكذا؟ التمر تحت كله ماء كده؟ قالوا لا، ان نشتري الصاع من هذا بصاعين من تمرنا. عندنا تمر كده اي كلام لخبطيطه، نضيف على وحش. فبناخد الصاع ده المكركب ده وبنديه للتاجر وبناخد منه نص الكميه بتنك نضيف. فقال عين الربا لا تفعلوا. لا عين الربا لا تفعلوا. ما في فين الادب؟ مش اسمه ربا فضل. لا تفعلوا. بع الجميع اللي هو التمر المكعب ده واشتري بالدراهم جنينا. لان التمر ايه نوعين؟ في جنين يعني جنب الوحشه خلاها بجنب وخلت حلوه بس، وفي جميع يعني ملخبط من ده على ده. فبيقولوا ان نشتري الصاع من الجنين بالصاعين من الجميع. ده انجليزي ما احنا تاجرين اهو، ما فيش مشكله. فقال لا تفعلوا، بع الجميع ثم اشتر بالدراهم جنيبا. تمام؟ ادي الحل. ماشي كده؟ يبقى انت ما ينفعش تبادل صنف اصلا من نفس النوع، هو ده تمر ولا ان شاء الله طلع تمر من الهند، تمر من جنوب افريقيا، او تمر وخلاص. لسه رطب نفس النوع، بقى احمر نفس النوع، بقى اصفر نفس النوع، بقى منقط زي الصحراوي، هو جنس واحد. هو جنس واحد او صنف واحد، صنف التمر. التمور كلها بانواعها. تمام؟ فما ينفعش اي نوع اصلا نوع. ماشي الكلام؟ فهنا بيقول دلوقتي لما سالوه عن شراء الرطب للتمر، الرطب المعروف الملح الاسود، التمر اللي هو الناشف، لما كان الناس كانها ما بتاكلش. تمام؟ ها؟ بيقول له أينقص إذا جف؟ النبي طبعا مش عارف، هو فاهم بس عايز يفهمه الفكرة يعني. بيقول له أينقص إذا جف؟ الرطب ده لما ينشف مش بيخس؟ طيب هيبقى هتقيده إزاي؟ هيبقى أنت عندك كيلو رطب ليه وزن 1000 جرام، والكيلو تمر 1000 جرام، لما الرطب ينشف هيفضل كيلو؟ أقل. هيبقى أقل، هيبقى أقل حاجة كيلو ولا تلت، ده على أحسن أحواله يعني. كيلو ولا تلت، يبقى أنت اشتريت كيلو، كيلو ولا تلت، مش ده ربا؟ هو ده علم بالتساوي بالتفاضل أهو. فأنت لما تيجي تشتري أشياء ما أنتش عارف تقيدها أصلا بعضها وتساويها وزنا أو كيلا، يبقى كأنك بتشتري بالقصد والاختيار مع تفاوت الوزن أو الكيل. ها؟
فبعد القاعدة بتقول العلم الجهل بالتفاوت الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت. وصلت؟ نخش على المثال الراجل قاله ده كل ده تمهيد عشان نعرف بس ايه هو من هو كل لكن ما حرم للذريعتي أبيح للحاجة كالعليتي. يبقى عرفنا مثال فيما حرم سدا للذريعة اللي هو ايه؟ ربا الفضل حرم سدا للذريعة ايه؟ ربا الدسين. تمام؟ طيب هنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. ايه هي المزابنة؟ تسمي اخاك المسلم زبونا. لا مش كده. المزابنة هي بيع الرطب. عرفت الرطب؟ اللي هو ايه؟ لأنه هو بلح اسود. البلح الاسود تمام اللي هو رطب رطب في رطب في ماء يعني على رؤوس النخل بالتمر كيلا. تمر ايه؟ بلح اللي بيبلوه في رمضان الناشف. تمام؟ عايز تبيع 5 كيلا من دي ب 5 كيلو من اللي على النخل. طب اللي على النخل ده تحت وزيره ازاي؟ ابتداء ولو نزل على الارض اصلا مش ده رطب وده جاف مش هتعرف توازنهم ببعض ابدا. فنهى النبي عن المزابنه. الطريقه دي في المعايضه ضرر ما تقيدش كده. هتعمل ايه؟ بيع الرطب بتاعك وخد الفلوس واشتري واشتري تمر او العكس او بيع التمر اللي عندك الناشف اللي انت مش عايزه ده وخد فلوس واشتري بفلوسك رطب. خلصت المساله. تمام؟ فنهى النبي عن المزابنه بل المزابنه هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر كيلا. هقول له انا عايز 5 كيلو من ده اصل 5 كيلو من ده. ما ينفعش ولا 5 كيلو هيكفوا ولا 5 كيلو هيتساووا ما ينفعش ما يساووش بعض. وارخص في العرايا بقى في استثناء من الصوره دي. الصوره اللي انت هتعمل ايه؟ هتبيع ناشف بطري ما يستووش مع بعض ده حرام لكن يحل في صوره واحده. ايه الصوره الواحده؟ صوره العريه. العريه ايه العريه؟ العلماء كلموا فيها كتير جدا جدا. انا قلت المثال ده كتير خرجتها انا مللت انا سئلت هذا المثال كل ما اجي اشرح القاعده دي لازم اروح احكي لكم حكايه الربا من الاول وياما الربا ما كان في التوراه وان الربا حرام يا جماعه ما يصحش ونقعد ناخد خطبتين ثلاثه في تعليم الربا ونجيب صوره واقسم لكم الاقوال والراجح باقوالها وبعدين فين بقى على ما نوصل على ذكر وذكر يا رب ما اكونش بعمل الخير وبرميه في البحر على المدى الصبيح ارميه في مكان يعني الاقيه فيه احطه في حصاله لما يطلب يرد يعني ان شاء الله. طيب فقلنا دلوقتي النبي نهى عن المزابنه. ايه المزابنه؟ الرطب. عايز حد يقول كلام كده يعني محترم كده يتكتب. ها؟ يا بيع الرطب على النخل التمر يعني. بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر خيلا. ما تكتبها قولها من المكتوب. ها؟ قول يا بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر خيلا. ايوه كده. حد يقول ثالث؟ بيع الرطب في رؤوس النخل. ماشي. بالتمر خيلا. احسنت. طيب. ليه ايه المشكلة كده؟ لإن ده في جهل بالتساوي. صح؟ جهل بالتساوي الكميتين، والنبي شرط في بيوع الربوية اللي منها التمر إن تكون الكميتين متساويتين يا كيلا يا وزنا، والرطب ما بيستواش كده أبدا مع التمر خالص، لا بالكيل ولا بالوزن. عارفين ما بيستواش ليه ولا نعيده؟ لا لا الله المستعان. طيب يبقى إحنا قلنا دلوقتي القاعدة، إحنا جبنا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. تفاضل يعني شوية أفضل من شوية في الوزن أو في الكيل. مش التفاضل اللي انت بتدرسه في الرياضيات؟ ها؟ فهنا النبي نهى عن صوره من صور صوره من صور البيعات الربويه في جنس التمر بس اسمها المزابنه. ونهى النبي عن المحقله. ايه المحقله؟ زيها برضه بس بدل نخل هتبقى زرع في الارض. قمح قمح اخضر في السنابل او رز اخضر في السنابل بناشف. ها؟ او دوره لسه طالع من ما لسه في ميه تقيل لسه ما نشفش بدوره قديم بتاع السنه اللي فاتت. ما ينفعش بيفرق مع بعض في الوزن او بيفرق مع بعض. حبيت الدوره الجديده تخينة كده وحبيت الدوره القديمه ناشفه ودمرانه صح ولا غلط؟ ما ينفعش البيع. ما ينفعش المايضه هنا ما ينفعش اي اصلا بعض بيقول لك احنا راضيين احفظوا دماغكم الحتت دول الاثنين. الرضا ده غير معتبر شرعا لان الرضا مصادم للضوابط الشرعيه. تمام؟ فالمزابنه والمحقره ده واحد بس ده في البساتين وده في الحقول خلصت الحكايه. تمام؟ وارخص في العرايا. ايه العرايا؟ قلنا واحد دلوقتي مسكين تمام؟ عايز يشتري رطب من عند الراجل ده اللي في النخل اهو بتمر عنده، ما هو طول السنه عمال يشقل تمر من هنا ومن هنا ومن الناس تديله صدقات عمال يجيب التمر، فعنده تمر بس نفسه ياخد رطب ده. تمام؟ واضح الامر؟ فراح لراجل راجل من المسلمين قال له انا عايز رطب، هات فلوس معيش فلوس. طب اديني صدقه مش هديلك صدقه.
طب اعمل ايه؟ يقول له انا ما عنديش غير تمر، غير تمر ناشف. ففي صوره بعض اهل العلم قال ان الصوره دي تدخل في بعدها العلي، ان هو يقول له طب هات التمر اللي عندك وخد رطب اهو. تمام؟ الصوره الثانيه معكوسه قريبه هي هي، خلينا في الثانيه، انه ابتداء تصدق عليه. ابتداء تصدق على فقير بايه؟ بنخله. هو هيقطعه التمر ويحطه عنده في فريزر، ما عندوش ثلاجات، هيحوشه ازاي؟ يسيبه على النخل، دي اسلم طريق. عايز زي ما زي النبي لما يوسف قال ايه؟ فدروه في سنبله، طول ما هو في السنبله بتاعته مفيش مشاكل، فتقطع على النخله مفيش مشكله، هيبتدي كده لحد ما يبقى في اخر الموسم عنده وقت، مفيش مشاكل خالص، ما هوش خسران يعني، ولا هيحتاج كيس ولا شنطه ولا ثلاجه يحوشه فيها، محطوط على النخل انتهت المساله. فبيقول له اعطني او اعني يعني لله يعني صدقه. نخله او نخلتين اكل انا وعيالي وقرايبي، ما عندي نخله، انت عندك بستان فيه 1000 نخله و10000 نخله، يعني واحده مش هتخس. فيقول له خلاص ماشي، النخله الفلانيه دي بتاعتك، كل ما لما تعوز حاجه خد منها. خلاص بقى دي ملكه دلوقتي، تملكها بالايه؟ بالصدقه. فطلع التاني بقى شبه صاحب مسمار جوه داخل طالع النخله بتاعتي، هيشتري البستان كله على حس النخله بقى. فزهق الراجل كل شويه عايز يجي ينام بالليل داخل في النخله بتاعتي. عايز ايه النخله بتاعتي؟ بتاعتي مش انت ملكتها لي؟ خلاص خد شويه. مراته قاعده هي وعياله، يروح داخل، يروح جايب كل واحده تبتدي بحجابها وكلام من كده، واحد غريب داخل البيت او داخل البستان بتاعنا، حرم عليهم عايز البستان، كل ما يجي يقعدوا يروح داخل لهم زي الايه؟ زي القضا المستعجل كده، كل واحده غريب بره كده. الجدع اللي انت دخلته لنا ده دوشنا، مشيه من هنا. فاقول له خلاص سيب التمر ده، خد يعني ما التمر ده انا هشتريه منك، الرطب ده انا هشتريه منك، هشتريه منك النخله اللي انا اديتها لك صدقه. تمام؟ فهنا دلوقتي يقول له ما اشتري، يقول له معلش انا تمر. اشتريها تمر ازاي؟ يقول له خد بدلها تمر وسيب النخله. تمام؟ خد بدلها، ما هو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر كيلا. قال له خد بدلها تمر وخليه عندك كل من هنا لحد السنه الجايه، عوشه عندك ده مش محتاج نخل ولا عهد، خليه عندك في البيت ومش عايزين مش عايزين نشوف وشك هنا. فدي صوره من باب رفع الحرج، رفع الحرج عن الامه. تمام؟ عشان الصوره دي ما تتكررش، يقع الانسان مثلا بنوع من انواع الضيق وكلام من كده. ولكن المساله دي العلماء يعني ذكروا فيها شروطا، ان يكون الايه؟ البيع في الحال يتفرق وليس بينهما شيء. مش يقول له خد هي قد ايه؟ سولها بتاع خمسه مثلا كيلات او مثلا 50 كيلو رطب، خد 20 وبعد كده اجيب لك 20، لا هو تخلص في وقتها. يتفرق وليس بينهما شيء، وان يكون قدر العاليه التي يعني ابتاع فيها او تقايض فيها اقل من 5 أوس. لها قدر معين ما تتجاوزوش، لو زادت عن كده ما ينفعش. لو زادت عن كده ما ينفعش، تمام؟ يبقى تكون اقل من، طبعا التفصيل ده يبقى في حصه فقه بقى. هو علاقته الجلسه حاجه ثانيه خالص عشان المثال. تمام؟ لكن ما حرم للذريعه ابيح للحاجه كالعليه. وضربنا ليه مثال ثاني. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم النظر، او رب العالمين في القران والسنه حرم النظر الى وجوه النساء. يا ايها الذين قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن. الايات، تمام؟ فهنا دلوقتي يحرم على المسلم ان ينظر للمراه ها لوجهها، خاصه ان اقترب نظره بشهوه. تمام؟ لكن عند الخطبه، الخطوبه، خطوبه الزواج، ماذا يفعل؟ عند الخطبه ماذا يفعل؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر اليها. تمام؟ حتى وان كان النظر ده سيستجلب شهوه، ايوه هو انظر اليها، فلينظر الى ما يدعوه الى نكاحها. شيء هيخليه يرغبه فيها انه يجامعها وياتيها، لازم ينظر نظر شهوه في الغالب يعني. تمام؟ فهذا رخص فيه الشرع في حين انه قد حرمه من قبل. حرمه ليه؟ سدا لذريعه الزنا. طب اصلا ده هينفع عشان يتجوز، عشان ياتيها يبقى ينظر. تمام؟ في باب التداوي ينظر، انه لا تنتفع الحاجه الا بذلك. في باب الشهاده والبيعات الكبار اللي هي خطيره الاثمان وكلام من كده ينظر ولا حرج فيها. فما منع سدا للذريعه ابيح للمصلحه في الراجحه. يبقى بنقول لكن ما حرم للذريعه يباح للحاجة كالعلية. ولذلك يقول العلماء ها الحاجة تقدر بقدرها كما أن الضرورة تقدر بقدرها. زي ما كان من الميت على قد ما ينجي نفسه بس، كذلك هياخد من الايه؟ من العالية على قدر ما يقوم به أوله، ده في أقل من 5 أوسق. يبقى هينظر للمرأة مرة أو بكتير مرتين لحد ما ينقطع ايه؟ مراده في المسألة وتهدأ نفسه إن ايه؟ هذه المرأة اللي هتبقى زوجته. بعد كده يرجع الأمر محرم تاني. مش خلاص مش خطيبتي؟ والشرع قال انظر اليها، يبقى انا رايح جاي نقعد مع بعض بقى ونعمل تسريحه ونطلع نتمشى ويخلفوا عائلين ثلاثه على ما يتجوزوا. ما ينفعش الكلام ده. احنا بنقول ايه؟ يعود الامر الى حرمته مره اخرى. طبيب بيعالج امراه اجنبيه ليست محرما له، فنظر الى مواضع لا يحل النظر اليه منها. تمام؟ اليها منهم، ماشي كده؟ لا يحل النظر اليها منهم. ف
فبعد ما خلص يقول لها خلاص تشيك وشك بقى احنا بقينا اصحاب انا عارفك قبل كده ما ينفعش اسمع انا عارفك قبل كده يعود الامر للتحريم مره اخرى لكن ما حرم للذريعه يباح للحاجه كالعاديه وكل محظور مع الضروره بقدر ما تحتاجه الضروره واحنا قلنا برضه الضروره تقدر بقدرها يبقى الحاجات تقدر بقدرها نتفق هذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه